السلطنة حريصة على تجسيد قيم النزاهة ومحاربة الفساد، مؤكدة أن هذا العمل لا يأتي من خلال الجهود التي تبذلها كل دولة على حدة، بل تتوج بالعمل الدولي الذي يوحدها. جاء ذلك في كلمة ألقاها مع الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ضمن مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بمدينة سان بطرسبورغ بجمهورية روسيا الاتحادية. كانت سلطنة عمان حاضرة في هذا المشهد ومشاركة لجميع الدول في هذه الجهود، حيث انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بهذا الشأن. فقد انضمت السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2013، كما انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في عام 2014. وإن اهتمام سلطنة عمان بالمشاركة في أعمال هذا المؤتمر يأتي من منطلق إيمان السلطنة بأهمية هذه الاجتماعات في تبادل الخبرات بين الدول ورفض أوجه التعاون الدولي بالطرق المناسبة لمكافحة الفساد. فالسلطنة تحرص على تحقيق مبادئ العدل والمساواة والحفاظ على الأموال العامة وإدارتها الإدارة الرشيدة الحسنة من ضمن مبادئ عديدة نص عليها النظام الأساسي للدولة بسلطنة عمان.